السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نكون مع فيديو جديد عن مدرسة ومسجد وخانقاه السلطان الظاهر سيف الدين برقوق المملوكي. نحن هلأ في الرواق اللي بيأدي على المدرسة، من أحلى الأروقة على الإطلاق، رح تشوفوه إن شاء الله بالصور بشكل أوضح. رايحين هلأ على الإيوان الرئيسي اللي هو على شكل مربع وبتقسم لأربع أقسام. السلطان سيف الدين برقوق هو أول سلطان شركسي للبلاد، بعد نزاع معتاد من قبل إمراء المماليك، وبعد وفاة السلطان المنصور علاء الدين شعبان تولى ابنه وهو كان صغير في السن، طفل لا يتجاوز 5 سنوات، وكان اسمه صالح حجي. إلا أن الأمراء المماليك لم يعجبهم الوضع وقرروا تنصيب السلطان برقوق اللي هو كان أحد الأمراء عليهم سلطان فعلي للبلاد. قدم في للقاهرة عنده 20 عام تقريبا. هو الأصل ولد في جبال القفقاس أو قفجاك، ولذلك يسمى الشركسي من بلاد الشركس. اتدرج بالمراتب حتى صار أمير أتابك بعمر 39 عام. استطاع الوصول مثل ما قلت لكم للحكم في عام 1382 للميلاد، في أواخر القرن الرابع عشر طبعا. ظل في الحكم قرابة 17 عام. استطاع توطيد الأمور وكان أقوى وأعظم ملوك الشراكسة بلا منازع. المماليك الشراكسة يسمون في مصر المماليك البرجية، دام حكمهم لغاية سقوط دولة المماليك في مصر والشام عام 1517 معركة مرج ضابق المعروفة. كان من أقوى ملوك المماليك السلاطين المماليك مثل ما قلت لكم، ولكن تعرض للنفي إلى الكراك، ولكن استعاد مكانه في السلطنة بذكاء رهيب بعد ما تم نفيه للكراك. هاي مكان الوضوء من الأعمدة من الرخام الخام، مثل ما نحن شايفين قبة الفسقية أو المكان الوضوء أو البحرة الصغيرة، كانت مطعمة بالصدف من خشب ومطعمة بالصدف، كان كتير رائعة مثل ما شفتوا. نحن هلأ بصدد إنه نروح على أفخم سقف مذهب معلق يمكن في العالم، بس إذا ما قلت بدون مبالغة في الوطن العربي أو الإسلامي، أو خلينا نقول في الوطن العربي مشان ما نكون عم نبالغ. شوفوا ضخامة البناء، هذا أحد أقسام الإيوان المربع، في المحراب والمنبر، هذا القسم الرئيسي. مثل ما نحن شايفين كلها قناديل من النحاس الأصلي. حاولت قدر الإمكان ورجيكم مدى براعة وروعة وجمال الزخارف والسقف المعلق على قد ما بقدر. طبعا هذا السقف كله مطعم بالذهب مثل ما قلتلكم. شوفوا تناسق الألوان وروعة انسجامها مع بعض البعض، يعد تحفة فنية رائعة. المكان لما يرى بالعين أفضل بكتير من الكاميرا، ما بتعطي حقه أبدا. من أجمل الأماكن ومن أفخم الأماكن اللي شفتها بمصر، بعد ضريح قلمون طبعا. توفي السلطان برقوق بعامه 60 تقريبا، بعد ما حكم تكون 17 عام. شوفوا المنظر ما أحلى، شوفوا مدى التناسق ما أروع، ويعني الجمال وروعة المساجد المملوكية بشكل عام ما شفت مثلها عنا بسوريا ولا في دمشق أبدا. في مساجد طبعا قد تكون أحلى بكتير، لكن القسم الأكبر من المساجد المملوكية كانت بالقاهرة نصيبها الأكبر، وكانت بجد تحفة فنية معمارية خالدة. المهندس كان اسمه شهاب الدين أحمد ابن طولون. يكفي نقول انه كلمة خانقاه اللي هو هذا مدرسة ومسجد وخانقاه، الخانقاه كلمة فارسية الأصل، معنى انها مكان المتعبد للرجل الصوفي، يعني مكان للعبادة. طبعا هذا البوابة الرئيسية، باب ضخم جدا والمسجد ضخم مثل ما شفتوا. هاي مجموعة من الصور، ان شاء الله تكون الجولة عجبتكم. لا اترككم معها، ولا تنسون الاشتراك، واذا كان في نقد بناء تكتبوا ليها بالتعليق، او اذا كان في تشجيع تكتبوه، واذا اول مره بتشوفوا الفيديو او القناه تشتركوا فيها.
شوفوا روعة وجمال الآيات، كلها مذهبة بجد، من أفخم الأماكن في مصر. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.